نرجع تاني لمدن الجيل الرابع، لأن مدن الجيل الرابع هي كانت بمثابة كمان حافز لخروج السكان من الوادي والدلتا تحديدا، والانتقال إلى مساحة سكانية أكبر أو مساحة عمرانية أكبر، عشان نقدر إن احنا نقلل ونزود نصيب الفرد زي ما حضرتك ذكرت في المساحات الخضراء. إزاي قدرت مدن الجيل الرابع اللي هي تعمل الوظيفة دي، وإزاي قدرت كمان تجذب عدد من السكان، وصل لكام نسمة؟ يعني كان المتوقع في إنشائها بنتكلم تقريبا في المدن الجديدة 30 مليون نسمة. احنا كنا بنشغل على مساحة الجمهورية حوالي 6%. النهاردة الرقم تجاوز 11%. طيب اعتقد اقتربنا من ال 12 كمان. بالظبط. معنى كده ايه؟ المشكلة الأساسية في الدولة كانت قبل 2014 ان كل الاستثمارات القومية الضخمة بتتوجه الى القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط. كان الريف والصعيد منسيين من على الخريطة، وبالتالي ظهر ما يطلق عليه الهجرة الداخلية. صحيح. الناس كل الخدمات، كل فرص العمل في القاهرة الكبرى وإسكندرية. شيء طبيعي ان الريف والصعيد يهجر الى، كنا بندرس يا دكتور في المدارس المحافظات الطاردة لسكانها. بالظبط. ما في محافظات جاذبة ومحافظات طاردة، وعشان كده الإسكندرية والقاهرة كانوا أكتر المحافظات في الانتشار الأماكن العشوائية. بالظبط. عشان كده الدولة فطنت إلى أن ده السبب الأساسي في الإسكان العشوائي. يعني لما بيجيلي جيل من الريف ومن الصعيد ما عندهمش حرفة، ما عندهمش مهنة، ما عندهمش ثقافة، وبالتالي بيعملوا الأعمال المتدنية. طب هم ما عندهمش دخل، دخلهم ضعيف، بيبدأ يعمل وحدات غير إنسانية، وده الإسكان العشوائي. عشان كده الدولة لما جت تحل المشكلة حلتها من المصدر الأساسي، من سبب المشكلة، إن أنا نمي المحافظات ونمي القرى وعمل تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة، يبقى في عدالة في توزيع الموارد. أنا النهاردة كان كل المدن الجديدة بتتعمل 6 أكتوبر، صحيح، 10 رمضان، في اسكندريه. يبقى اذا النهارده المدن الجديده اصبحت الاقصر الجديده، بني سويف الجديده، اسوان الجديده، الصعيد والريف، بالاضافه الى القاهره، العلمين الجديده، الجلاله، العاصمه الاداريه الجديده. كل هذه المناطق شغلت وأصبحت تمثل في مصر جميع محافظاتها، كلها ليها مدن جديدة، وبالتالي خلقت فرص عمل، امتصاص، زيادة سكانية، كل ده كمان. ليه توصفت بالاستدامة مدن الجيل الرابع؟ الاستدامة اللي هي دايرة بتكمل. يعني أنا النهاردة لما بعمل استخدام للطاقة المتجددة، وبالتالي بوفر وقود، بوفر انبعاث حراري، بوفر تلوث بيئي، وبالتالي استدامة بتؤدي إلى صحة أفضل للإنسان. الوسائل دي كمان بتخلق فرص عمل، يبقى في دورة مستمرة بتسلم بعضيها، فهي دايرة من الاستدامة. كل ده حصل إن بقى في مدن جديدة. بقى في حاجة أهم كمان حصلت، وهو مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة جه وغطى مساحة كبيرة قوي كان مفروض تتغطى من زمان. النهاردة كان عندنا أماكن كتير ما فيهاش مية شرب، أماكن بنية تحتية بشكل عام. بالظبط. أصل مية الشرب والصرف الصحي يمثلوا أولوية كبيرة قوي للإنسان. يعني أنت لا تتخيل حضرتك إنك تعيش من غير مية شرب. مقاومات الحياة. بالظبط. لأن لو مفيش مية شرب، مفيش صرف صحي، مفيش كهرباء. النهاردة حياة كريمة خلقت فرص عمل، عمل التوازن في الاستثمارات